بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم رسائل صحيه. هذا البرنامج اللي يعني يطرق العديد من المواضيع الصحيه والغذائيه والرياضيه، والذي ارتئينا في هذه الحلقات نسلط الضوء على بعض يعني الطاقات الشبابيه الكويتيه. ومشرفنا في هذه الحلقات كابتن عبد العزيز الشطي، لاعب نادي القادسيه ومنتخب الوطني للمبارزة، ومشارك ما شاء الله يعني في الأولمبيات، وأيضا حاصل على جائزة الكويت للتميز الرياضي. حياك الله كابتن. الله يحييك دكتور. طبعا بشوية بنكمل في مشوارك للرياضة، والحين قلت إن ما شاء الله الرياضة بالجامعة وكان في تفهم ورياضة ساعدتك تخرجت. الآن الرياضة مع الوظيفة، هل كان نفس التفهم موجود أو في صعوبات عليهم؟ طبعا في القطاع الخاص كانت صعبة، يعني أنا أول ما توظفت في الشركة زين. القطاع الخاص غير، القطاع الحكومي يمكن يتفهمون اكثر، خصوصا احنا عندنا تفرغ رياضي، يعني احد اهم القرارات اي احد يطلع يمثل الدوله لازم يكون متفرغ بشكل عام، فبالعكس متفهمين في هذه النقطه، وايد متفهمين. يعني انا خصوصا القسم اللي انا داوم فيه، انا حاليا موظف الاداره العامه للطيران المدني، بالعكس المسؤولين متفهميني بشكل كبير كبير جدا، وساعدوني في اكثر من موقف. يعني انا مسؤولي مهندس محمد ليمي، وعندي مسؤوليني الكبار المراقب، في وايد مواقف مرت علي بالعكس وايد ساعدوني فيها. ممتاز. وموضوع التفرغ الرياضي اللي الحكومه قررت قانونه، هذا يعني قاعد تستفيد منه في وايد، خصوصا في الاعداد، في مرحله الاعداد التدريب اللي هو على فترات الصبح والعصر، بالعكس هذا وايد يفيد. ممتاز. زين، نبيك تحدثنا الحين عن رحلتك مع الرياضه وصولا الى مشاركتك في الاولمبياد. دورة الألعاب الأولمبية، دورة الألعاب الأولمبية كانت يمكن يعني قصة ثانية. 2015 تحديداً ل 2016، طبعاً دورة الألعاب الأولمبية كل 4 سنوات، التحضير لها يكون خلال 4 سنوات، ولكن في الفترة هذه أنا ما كنت عاد إلا آخر سنة، وكان الإعداد على مستوى المحلي، كنت عاد نفسي داخل النادي. كانت عندي ظروف خاصة، الأهل كانوا في مرحلة علاج، الله يرحمها أختي بذاك الوقت كانت في مرحلة علاج، فقعدت في البيت، اضطريت إني أجاب للبيت، وبنفس الوقت كنت يعني ما كان عندي غير البيت والنادي، فكلمت المدرب قال لي حافظ على تواجدك في النادي والتزم، وبنفس الوقت كان عندنا الإيقاف الرياضي، مر على الجميع إيقاف الرياضة الكويتية، فاضطرينا فقط نشارك على المستوى المحلي والإعداد يكون محلي، فحافظت على نتائجي اللي هي المركز الأول. شاركت في 4 بطولات، شاركت في 3 بطولات جبت المركز الأول فيها، البطولة الرابعة كانت تحصيل حاصل، فتم اختياري من قبل منتخب الكويت لتمثيل الدولة في بطولة التصفيات الآسيوية، اللي هي لاعب من كل دولة يشارك، وفقط المركز الأول في هذه البطولة يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية. فكان الإعداد نفسي وذهني أكثر مما هو بدني، فكنت محضر لدرجة أن المدرب قام بتصريح قال راح تروح البطولة، راح تاخذ الأول، راح انطرك في المطار. فيعني في مجموعة ضحكوا عليه، قالوا انت ايش قاعد تقول، بطولة قوية. وبالفعل هذا اللي صار، رحت ما حد كان يدري انا شنو وضعي، وما حد كان يعرفني، وخصوصا احنا فترة الإيقاف من غير علم من غير اسم، فخذيت المركز الأول ورديت متأهل دورة الألعاب الأولمبية. طبعا بعدها صار في إعداد خاصة، يعني الاتحاد الكويتي بذاك الوقت ما قصر، والهيئة سافرت معسكر على مستوى اللياقه البدنيه في جورجيا شهر كامل، بعدين معسكر خاص في رياضه المبارزه مع منتخب ايطاليا استعدادا حق دوره الالعاب الاولمبيه، وكانت مواجهتي مع بطل العالم، كان عنده 4 بطولات عالم و4 بطولات اوروبا، لاعب هنغاري، وكانت منافسه قويه جدا جدا، يعني ما في تصفيات، على طول خروج المغلوب، فخسرت منه فارق نقطه واحده 14 اعتقد 13، وحتى كان في خطأ فني من الحكم كان ممكن أتعادل وياه، فكانت تجربة قوية جدا. ممتاز. كابتن عزيز، خلنا ناخذ فاصل ورد نكمل في حوار. رجعنا لكم بعد فاصل، الحديث متواصل مع كابتن عبد العزيز الشطي، وكان يعني سرد تجربته في الأولمبيات. أنا بس في شيء استوقفني الحين، يوم خدت البطولة اللي هي بالآسيا عشان تتأهل، أنت قلت إن قبلها أنت اللي حطيت الهدف، ما حد حط لك الهدف، ما حد، لا أنت اللي آمنت وحطيت الهدف قدامك واشتغلت عليه، عدل، وساعدتك سبحان الله، كل شيء ساعدك، الظروف كلها ساعدتني،
لا ما أنا. وطبعا هذا شيء لازم يفهمونه حتى الجيل الصغير، اذا ما كان عندك هدف ما كان عندك خطه صعب الموضوع، مو عشوائي وما يصير عشوائي. حتى الوقت الحالي الادارات والجهزيه الاداريه في اكثر من يعني المنتخبات كان لاحظ انه قاعد يصير في تجهيل جدي حق اللاعب، انه يتابعون ويا اول باول بعد كل سنه لوين وصل لاي مرحله شنو النواقص اللي تحوشه. فبالعكس هذا الشيء يدرس وقام يستفيدون منه الجهال يعني الاداريين بالذات انه قاموا يدرسون هذا الشيء. شنو شعورك يوم كنت هناك بالاولمبياد وشايل عام الكويت، وشعورك وانت ما شاء الله يعني اظن يشاركون بالاولمبياد عدد يعني توصل الى المئات او لا، شنو شعورك انت الحين وانت هناك؟ احنا شوف مع الاسف ما رفعنا العلم، ما قدرنا نرفع العلم حزتها كان وقت عشان الايقاف الرياضه، بس دخلنا كممثلين دوله الكويت يعني احنا كويتيين. حتى في اكثر من موقف حاشنا هناك كنا على موضوع انه ما يصير تشيلون علم، قلت لنا فتره شوي عاندنا قمنا نلبس تيشيرتات قاموا يمنعونا، لا احنا كويتي. بس تجربه خياليه يعني انت قاعد تشارك في اكبر تجمع واقوى بطوله تتكرر كل اربع سنوات، مو اي احد يشارك فيها ومو اي احد يتاهل فيها. يعني حتى في فتره من الفترات اللي موقف صار معي هناك اتصلت على واحد من الشباب قلت له شوف منو على يميني وشوف منو على يساري، الوضع مو طبيعي. على يميني NBA ليبرون جيمس اعتقد كان ليبرون، وعلى يساري العداء قاعدين قاكل في المطعم، على يميني لاعب NBA وعلى يساري لاعب تنس. هذا ليبرون جيمس مال سله وعلى يساري لاعب تنس، انا مكاني لا مو طبيعي. اللي هي بالقريه الاولمبيه هذه اي في القريه الاولمبيه دش القاعه كلها ابطال عالم كلهم ابطال عالم. يعني انا بطوله المبارده إذا بديش بشكل تفصيلي برياتي يمكن 28 بطل عالم، فما يعني بالك اللاعبين طيب البادي. يعني أنا بسألك سؤال، هل من الواقعية أن أحد من أطفالنا الحين يحلم أن أو يخطط كيف تشارك في الأولمبياد؟ بالعكس هذا أنا بالعكس أنا أشجع الحين كل الاتحادات أن الجهاز الإداري عندهم يحط خطة يأسس فريق من الصغر. يعني هذا اللاعب لازم يكون متمكن، إحنا الحين عندنا لاعب كندي اسمه زانج عمره 17 سنة متأهل أولمبياد، عمره 17 سنة متأهل أولمبياد. منتخب أمريكا عندهم نظام جامعات أقوى من أي نظام آخر، مو بس على مستوى المبارزة، عندهم دوري خاص يأخذون بعثات دراسية بناء على مستوى الرياضي. في لاعب أمريكي أنا فزت عليه في بطولة العالم هو بطل عالم، فقعدت أسولف مع زملائه توه حاصل بعثة في أحد الجامعات الكبيرة بناء على مستوى الرياضي. فبالعكس هذا شيء وايد مهم ان تحط لك خطه حق اللاعبين من الصغر، هذا والله انا اشوفه يوصل لهالمرحله، هذا يوصل لهالمرحله يفيده في المستقبل. طيب اخر سؤال قبل لا نختم، هل تشوف ان طبعا كل انجازات الكويت على المستوى الدولي او العالمي سواء بالاولمبيات او حتى البطولات يعني باستثناء يمكن استثناء كاس اسيا 8 اللي اخذناها كلها لعبات فرديه، هل صحيح ان اللعبه الفرديه هو المشروع الصح اذا انت تبي تحقق انجاز عالمي؟ انا اشوف ايه يمكن يكون اسهل، ولكن عقب ما مارست الموضوع الاحترافي لا والله الموضوع مو سهل، بس انه لا يعني مع احترامي للالعاب الجماعيه اشوف ان الموضوع اسهل بكثير من الناحيه الاداريه. اذا كان في جديه من الناحيه الاداريه وكان في اهتمام ايه احنا الالعاب الفرديه وايد قويه مصنفين يعني، خصوصا في بطولة الألعاب الخليجية كان عندنا رد قوي، حققنا يمكن 96 ميدالية. نعم. فكان شيء يشرف. أي بالعكس يعني هذا دلالة كافية على أن الألعاب الفردية فيه اهتمام وفيه شيء قوي يعني قاعد يسوونه للأمانة. نعم. طبعاً يعني هذه رسالة من كابتن عبد العزيز أن كل شيء عظيم بدأ بحلم، ويمكن الحين من اللي تشوفون أنتم اللي جيل جديد كلام كابتن عزيز يشجعكم خاصة بالرياضات الفردية يمكن مخصصين حلقات حقها. انك ليش لا ابدا واخطط والله سبحانه وتعالى يعني انا اقول من جد وجد الله سبحانه وتعالى راح يساعدك. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لك كابتن عبد العزيز، على امل اللقاء ايضا معك في كم حلقه نخوض في بعض يعني تفاصيل رحلتك الرياضيه. وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم، نشوفكم ان شاء الله غدا في نفس هذا الموعد ومع السلامه.